إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في موكب الدعوة. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذا اليوم هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر، المستشار في مكتب سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرحب باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر، شاكرا له تكرمه بإجابة دعوة البرنامج. حياكم الله دكتور. مرحبا بكم وحياكم الله جميعا والمستمعين. دكتور محمد، في الحقيقة ونحن نسر بمثل هذا اللقاء المبارك الذي نستمع فيه إلى شيء من حياتكم وتجربتكم وتوجيهاتكم النافعة، لابد أن نحظى في مطلع هذا اللقاء بتقدمة عن مولدكم ونشأتكم أين كانتا. نودي أن تتفضلوا مشكورين ببيان موجز عن هذه النقاط. أعتقد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فأعتقد أن حياة الإنسان قد تكون ليست بذات أهمية للمستمعين، لأنها حياة عادية كأي بشر من مواطني هذا البلد، والإنسان لا يعتد لا بنشأته ولا بمولده ولا بأصله ولا بفصله، وإنما يعتد بما منحه الله سبحانه وتعالى من فهم وعلم، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدي حق هذا العلم. إذا أردت هذا بالنسبة للنشأة، فقد ولدت بشقرة محافظة الوشم، ومنها النزلة الابتدائية، ثم انتقلت للرياض حيث درست في معهد الرياض العلمي وفي كلية الشريعة واللغة، ووصلت دراستي العليا في بيروت دبلوم تربية، ثم في القاهرة ماجستير ودبلوم إحصاء، والدكتوراه في جامعة الأزهر. هي حياة مختصرة أعطيتك نبذة عنها كي تعرف المصادر التي أخذت منها العلم فقط. أحسنتم دكتور. في الحديث عن مثل هذه الجوانب يتذكر الإنسان دائما تلك المراحل الأول التي تلقى فيها شيئا من العلم والطلب. أحسب أن للدكتور محمد بن سعد الشويعر العديد من الشخصيات التي أحبها، تأثر بها، ونهل من علومها وآدابها وأخلاقها. هل لكم أن تتفضلوا دكتور محمد بذكر بعض تلك الأسماء التي كان لها تأثير واضح وجلي على مسار حياتكم العلمية والدعوية؟ هذا الموضوع متشعب وطويل، إذا أراد الإنسان أن يستعرض ما لشيوخه ومدرسيه من دور في تنشئته وتوجيهه التوجيه السليم. لكن لعلي أعطي نبذة دون الإحصاء، لأن كل مشايخنا جزاهم الله خيرا وغفر الله لمن توفي منهم، لهم فضل علينا، كما يقال في الحكمة العربية: من علمني حرفا كنت له عبدا. في شقرة حيث درست المرحلة الابتدائية كان لنا أساتذة فضلاء، منهم من انتقل إلى رحمة الله، ومنهم من لا يزال يعطي عطاء بعلمه. فمن هؤلاء المشايخ الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع جزاه الله خيرا، قاضي تمييز مكة، والشيخ الدكتور عمر بن مترك غفر الله له، الذي كان آخر حياته مستشارا في الديوان الملكي، والشاعر عبد الله بن دريس رحمه الله، والشاعر عبد العزيز المقرن رحمه الله، ومدير المدرسة
إبراهيم الجهيمان، ثم الشاعر الأستاذ عبد الله عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الكريم وإبراهيم الهدلب، كل هؤلاء تولوا الإدارة عندما كنا فيها، فلهم علينا فضل العلم وفضل التوجيه بعد الله سبحانه وتعالى. في الرياض كان الإنسان نهل من مشايخ أجلة، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، الشيخ محمد الأمين الشنقيزي رحمه الله، ومجموعة من المشايخ المصريين رحمهم الله الذين كان لهم دور في البعثات الأولى، كان محمد سرحان وعبد اللطيف سرحان وعبد السلام سرحان ومحمد رفعت ومحمد نائل وغيرهم كثير جدا ممن لهم مكانة علمية. وكان الرعيل الأول الذين وصلوا إلى الرياض وإلى المملكة بصفة عامة من المدرسين المصريين حقيقة يؤدون حق العلم وحق الواجب في تنشئة الأجيال وتوجيههم التوجيه السليم بعلمهم الواسع وبإخلاصهم. وفي الأزهر أيضا تلقيت على مجموعة فضلاء، وأخص بالذكر منهم رحمه الله شيخنا الدكتور حسن جاد الذي كان من أجلاء المدرسين الذين جاءوا للمملكة في ذلك الوقت، وأذكر وأيضا تولى مناصب كبيرة في جامعة الأزهر إلى أن انتقل إلى رحمة الله منذ سنة. وأذكر من كلامه الذي قاله لي إنني كنت وزملائي المدرسين عندما كنا نعمل عندكم في المملكة ذلك الوقت كنا نخشى من الطلبة وكنا نعد أنفسنا إعدادا ونذاكر كأننا طلاب، لأننا نجابه طلبة من نوع جيد مستواهم العلمي وفي النقاش وحصيلتهم في القراءة والفهم فوق ما كنا نتصور، فكنا نتعامل مع قرناء ولا نتعامل مع تلاميذ. وسمعت هذه الكلمة من أكثر من واحد من مشايخنا كعبد السلام سرحان رحمه الله، ومن الشيخ القط، ومن الشيخ محمد رفعت عندما كنت في مصر بعدما كنت أدرس عندهم هناك، كلهم يرددون هذه الكلمة، وهذه شهادة حق للأجيال الأول الذين تخرجوا في المعاهد العلمية وكليتي الشريعة واللغة العربية. وحرص المسؤولين برئاسة الشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي عام المملكة ذلك الوقت رحمه الله على أن تؤدي هذه المعاهد والكليات دورها والمهمة التي أنشئت من أجلها، وقد سدوا ثغرات كثيرة في المجالات العلمية والقضائية والتدريس والوظيفية أيضا، فجزى الله من فكر فيها ومن سعى إليها ومن اهتم بها لما لها من أثر كبير ودور لا يمكن أحد أن يجحده. أحسنت ما تابعتم يا دكتور. في أثناء الحديث عن المراحل الدراسية التي تلقيتمها دكتور محمد ذكرتم آنفا أن تلقيكم مرحلتي الماجستير والدكتوراه كانت في الأزهر، هل كانت هناك في ذلك الوقت بحوث معينة تقدم لنيل كل من هذين من هاتين الشهادتين؟ ذلك الوقت كانت في الأزهر بحوث عديدة، وفي كل سنة دراسية وخاصة في الماجستير بحوث. الماجستير في الأزهر ذلك الوقت كانت سنتين دراسة ثم المرحلة البحث، فسنتي الدراسة فيهما بحوث، كل سنة يطالب المدرسون ببحوث متعددة، وكل هذا من أجل تنشئة الطلاب وتعويدهم على الاستمرار في البحث والمواصلة واستخراج المعلومات ومعرفة مضانها حتى يكونوا قادرين على معرفة المواطن التي يمكن استخلصوا منها معلوماتهم، وأيضا من أجل أن يعرفوا ما تتضمنه هذه الكتب من بحوث وفصول، خاصة لأن بعض علمائنا السابقين رحمهم الله في تأليفهم
لا يقتصر الكتاب على موضوع واحد كما هو المنهج الجديد في البحث العلمي أو في التأليف، فيأتي الكتاب وفيه موضوعات متعددة يستقيها الطالب. إذن المهمة الذي يرشدون الطالب إليها هي هذه الأشياء، أن تعرف المضان الذي تجد فيها البحوث المتعددة، لأنهم يهيئون الإنسان ليكون عالما. ولذلك كانوا في الأزهر سابقا لا يسمونها ماجستير ولا يسمونها دكتوراه، وإنما يسمونها الشهادة العالمية، يعني أنه أصبح عالما قادرا على أن يسد الثغرة التي سيوجه إليها. والدكتوراه أيضا فيها بحث للرسالة تناقش، كما أن رسالة الماجستير أيضا تناقش هي الأخرى علنا في قاعة كبيرة، وحضرها كثير من المستمعين ومن المناقشين ومن الأساتذة الذين يدخلون في النقاش ويعطون رأيهم في هذه الرسالة وما قدمه الطالب وطريقته في البحث ومنهجيته فيه. هذه هي المسائل التي سار عليها الأزهر، وهي الخاصة في الدكتوراه بالذات هي الطريقة التي تسير عليها الآن كثير من الجامعات وحتى جامعاتنا هنا. حسنتم دكتور. ذكرتم دكتور محمد بن سعد الشويعري قبل قليل أنكم بعض الأسماء التي كان لها تأثير على مجرى حياتكم العلمية في بداياتكم الأولى، هل هناك مزيد من الشخصيات التي تأثرتم بها حتى بعد انخراطكم في العمل الوظيفي في عدد من الجهات؟ الأهم الحقيقة من تأثرت به واستفدت منه رغم أنني لم أدرس عليه أيام كان مدرسا في المعهد ولكن كنت الشريعة، هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مفتي عام المملكة، الذي لازمته 18 عاما علاوة على حضوري لدروسه قبل أن أأتي عنده وبعد أن جئت عنده، والاهتمام بما يصدر من هذا الرجل، لأنني أشعر أن كلماته منذ عرفته ومنذ التقيت به لقاء متواصلا وهو في المدينة، بعد التقائي به بالمدينة ونصائحه لي شعرت بجاذبية لا أدري إحساسها مع هذا الرجل الذي أشعر أن كلماته تصدر من القلب وإلى القلب. فالرجل إذا كان مخلصا جعل الله له القبول. هذا الرجل عندما التزمت معه وجدت أن الالتزام مع هذا الرجل يعطي دلالة أكبر، فهو في نفسه وفي عاداته وفي أعماله حريص جدا أن يعطي المنهج السلفي السليم المستقى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم وما فهمه سلفنا الصالح في العمل وفي التطبيق وفي حسن المعاملة وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فله منهجية متميزة قل أن تتوفر في هذا الزمان، لا في استيعاب الموضوعات ولا في طريقة الحديث مع الآخرين ولا في كيفية الدخول إلى قلوبهم. ولذا فإن الإنسان يشعر بالإنجذاب نحو هذا الرجل، ولا أقول هذا عني وحدي ولكنني شعرت هذا مع كثير ممن قابلوا الشيخ والذين انعكست آراؤهم في حديثي معهم وفي فهمي لما فهموا عن الشيخ، ومنهم من لم يقابله إلا أول مرة، ومنهم من أعجب به وهو بعيد عنه ويحرص على أن يقابله لما يرى ويسمع ولما وصله من هذا الرجل من علم ومن نفحات طيبة ودعوات صادقة. فهذا الرجل كما قلت لك تأثرت به تأثرا كثيرا، واعتبر أن جلوسي معه هي المدرسة الحقيقية، مدرسة علمية ومدرسة توجيهية ومدرسة في أسلوب التعامل مع الآخرين في الضعفاء وفي المحتاجين
وفي الأقوياء وفي أصحاب الديانات المختلفة. كل هذه أساليب يستطيع الشخص أن يستشفها من طريقة الشيخ عبد العزيز وتعامله مع الآخرين، لأنه يعطي كل إنسان ما يتناسب معه، ولكنه يتمثل بمنهج الدعوة الإسلامية التي وجه الله إليها نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وبقوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فكان هو ذا منهجه رحمه الله، ولم أره في يوم من الأيام أغضب إنسانا حتى لو اختلف معه. وهذه منة من الله سبحانه وتعالى يعطيها من يشاء من عباده. والأخلاق لا تكتسب بالتمرن، ولا تكتسب بالشراء ولا بالبيع، ولكنها طباع يسلكها الله سبحانه وتعالى في الإنسان إذا خلصت النية وصدق في العزم وأحس بأنه في حاجة إلى أن يتمثل بهذه، فلابد أن يقابلها أيضا بالدعوات من الله سبحانه وتعالى أن يسخره لهذه الطباع التي هي أخلاق القرآن وأخلاق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنتم دكتور محمد. الحقيقة أن الحديث عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أعتقد أنه يتعين تخصيص حديث منفرد عن هذا الجانب، خصوصا مع فضيلتكم، لأنكم كنتم من ألصق الناس به، وأعتقد أن لديكم الكثير والكثير عن حياته رحمه الله. لكنني أعد الإخوة والأخوات بإذن الله تعالى أن يكون لهذا الجانب حديث مستقل بعد قليل إن شاء الله تعالى. دكتور محمد، قبل أن نتجاوز هذه النقطة، هل تذكرون زملاء لكم كانوا في الدراسة في المراحل الأول تلك في أثناء دراستكم في الابتدائية في شقراء أم في المعهد العلمي في الرياض أو في الدراسة العليا؟ الزملاء كما تعرف في كل مرحلة عدد، وقد يكون في مرحلة عدد غير العدد الثاني الذي في المرحلة الأخرى، وكلهم لهم في النفس مكانة، وأحرص على مواصلتهم بالزيارات وبالاستفسارات، وإن نأت الديار ببعضهم أو اختطفت المنون بعض آخر فندعو لهم بالرحمة ولأولادهم أيضا بالصلاح، ونحرص على أن نتواصل مع أولادهم. هذه أمور كثيرة الحقيقة، ولا أحب أن أسمي أحدا لأنهم كلهم لهم مكانة في نفسي، فأخشى أن أذكر بعضا لكثرتهم في المراحل المتعددة وأنسى بعضا فيحمله بعضهم على محمل آخر، ولو عددتهم لطال الوقت. لكن كل الجميع الذين زاملتهم في المراحل المتعددة سواء في شقراء في المرحلة الابتدائية أو في الرياض في المرحلتين الثانوية والجامعية أو في بيروت في مرحلة الدبلوم للتربية أو في القاهرة في مرحلة الماجستير والدكتوراه أو في جامعة القاهرة عندما أخذت دبلوم الإحصاء أو أيضا في معهد القوى العاملة في مصر الذي أيضا أخذت فيه دورات دراسية عليا لكبار الموظفين من جميع الجنسيات، لهم في نفسي مكانة وأدعو لهم بالتوفيق. وكلما سنحت فرصة أن ألتقي بأحد منهم واصلته وأثنيت عليه وقدرت وتذاكرت معه تلك الأيام التي هي أحلى أيام الإنسان في حياته، وهي أيام الدراسة. وبعض منهم قد ينقطع بنا الاتصال سنوات عديدة، وبعد فترة من الزمن قد تزيد على 20 مع بعضهم يحصل اللقاء، فيكون كأنه لأول مرة لقاء متجدد يذكر بتلك الأيام التي كان لها وقع في النفوس. ولا تنسى أن مقاعد الدراسة علاوة على كونها مقاعد علم وبناء للشخصية، فهي أيضا بناء للعلاقات وتوطيد الأواصر مع الإخوة الذين التقى بهم ومع المدرسين الذين أخذ نهل منهم. فكل هذه أشياء تترك
بصمات في القلوب لا يمكن أن ينساها الإنسان. وأعتذر إليكم وإليهم أيضا أن أذكر أحدا لأنهم كما قلت أثيرين كلهم في النفس أساتذة وطلابا، ولكنني أخشى أن أترك البعض أو أن يضيق الوقت بذكرهم كلهم، والذاكرة لا تصعبهم جميعا. أحسنتم وأثابكم الله دكتور محمد. فضيلة الدكتور محمد بن سعد الشويعر، بودي أن تتفضلوا ببيان بعض المسؤوليات التي توليتموها منذ تخرجكم أو التحاقكم بالعمل الوظيفي وتنقلكم بين عدد من الجهات الحكومية. لا تنسى أخي الكريم أن الدولة حفظها الله، أن الدولة حفظها الله والعلماء كانوا حريصين جدا على تعليم أبناء هذه البلاد منذ استقرت الأحوال وجمع الأمة الملك عبد العزيز رحمه الله في هذا الاتحاد الذي يعتبر نادرة من نوادر الزمان، وألف الله به القلوب وجمعت به الكلمة. فلما استقرت الأحوال عند الملك عبد العزيز وهيأ الله سبحانه وتعالى للبلاد مواردها، شعروا كما هي طباعهم وعاداتهم جزاهم الله خيرا جميعا بأداء الدور العلمي الذي به تبنى العقول وتبنى الديار أيضا، فحرصوا على تعليمهم الناشئة منذ عهد الملك عبد العزيز، ثم توالى أبناؤه من بعده هذه المسيرة، وكل واحد منهم يزيد في قدراته وقدرات ميزانية الدولة ومتطلبات البلاد حتى وصلت إلى ما وصلت إليه حاليا من الحمد لله رقي ومكانة علمية في جميع المجالات. الفترات الأولى بالنسبة للدراسة كانت بالنسبة للطلبة قد هيأ الله لهم من ولاة الأمر ما يعينهم، لأن الوضع البيئي في البلاد كما ذكر الريحاني في تاريخه عن وصفه للملك عبد العزيز إن الملك عبد العزيز جابها مشاكل كثيرة، ومنها أن ثلثي سكان البلاد بادية جهال، والثلث الباقي الآخر حاضرة يكتنفهم الفقر لا موارد لهم. فجعل الله من الملك عبد العزيز نعمة على هذه البلاد عندما أخرج الله له كنوز الأرض، فسخرها هو وابنائه في تغيير البنية الكاملة لهذه البلاد وإتاحة الفرص للمواطنين. فبالنسبة لأيام الدراسة كان الإنسان يتحمل مع مكافأته التي تتاح له مؤنة عائلته، وهذه لا تنسى للمسؤولين أن يدركوا هذه الناحية عندما أوجدوا مكافآت، لأن المكافآت للطلبة ذلك الوقت لو لم توجد لم استطاع الناس يدرسوا لأنهم مشغولين بلقمة العيش. والإمام الشافعي رحمه الله له كلمة يقول: لو كلفني أهلي بشراء بصلة ما حفظت من العلم ولا مسألة، فكيف بشاب ظهر للحياة ويشعر أنه مسؤول عن نفسه وعن أسرته. لكن جعل الله فيه تلك المكافآت بركة، فكفت الطلاب مؤنة إعاشة أنفسهم وإعادة عوائلهم وطلب العلم أيضا، فجمعوا بذلك الحسنين. بالنسبة للحياة العملية التي أحوجت كل ما تقدم الزمن، كلما كثرت متاعب الحياة ومشاكل الحياة ومتطلبات الناس في هذه الحياة، أذكر من هذا أن والدي رحمه الله أصر على أن أتزوج وأنا لازلت طالبا ولا أملك غير مكافأتي كطالب، ووجدت نفسي في مأزق حرج كيف أجمع بين الحالتين، حالة الدراسة وحالة الأسرة علاوة عن متطلبات الأسرة كلها. لكن التزامات ذلك الوقت يسيرة كما قلت لك، فوجدت الحل بعد أن أقدمت على الزواج أن ألتحق بعمل ليلي وهو التدريس في القطاعات العسكرية براتب جندي،
ولست الوحيد الذي عمل هذا العمل، أكثر زملائنا من المشايخ الآن وممن توزعوا في سبل الحياة وتولوا مناصب كبيرة كلهم عاشوا مثل ما عشنا، وكلهم درسوا الجنود مثل ما درسنا، فكانت فرصة لنا أن ندرس بمرتب جندي 150 ريالا و50 ريالا إعاشة العسكريين بعد المغرب وجزء بعد صلاة العشاء، يعني بعد صلاة العشاء نعطيهم درسا آخر زيادة. هذه أيضا أعانت في متطلبات الحياة. ثم لما كملت الدراسة الجامعية كنت من الأوائل الذين دخلوا مجال التدريس في مدينة الرياض بالذات، لأنه بدأ يكثر تكاثر العدد، فصار الناس يرسلون إلى مناطق متعددة مع اتساع الحركة العلمية في البلاد. فكنت مدرسا في الرياض، ومع تدريسي في الرياض متطلبات الحياة كما قلت لك اضطررت إلى أن أعمل عملا ليليا أيضا وأدرس دراسة ليلية أخرى في الدراسة الثانوية مع الدراسة التي كنت أخذتها في السابقة، وأدرس أيضا لغة في المدرسة تعليم اللغة الإنجليزية زيادة على ذلك. فالدنيا كلها كفاح. اشتغلت في التدريس مدة سنة، ثم انتقلت منها إلى أو أقل من السنة تقريبا، ثم انتقلت منها إلى رئاسة تعليم البنات كموظف فيها. انتقلت إلى عدة وظائف آخرها مدير عام للتعليم المتوسط والثانوي، حيث انتقلت منها في عام 1402 إلى جوار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. هذه بالنسبة نظرة عن الحياة العملية والتنقلات فيها ما بين التدريس في وزارة المعارف والتدريس الليلي بالنسبة للجنود العسكريين والعمل في رئاسة تعليم البنات فترة من الزمن، ثم العمل في الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء حيث لي الآن فيها 18 عاما. أحسنتم وأثابكم الله. الحقيقة بودنا أن نسترسل في العديد من الجوانب المهمة في حياتكم العلمية والعملية، لكنني دكتور محمد أستأذنكم حيث أن وقت الحلقة قد أزف، لأعيد الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات أن يكون لنا تواصل قادم بإذن الله تعالى في لقاء قادم في مثل هذا اليوم مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر المستشار في مكتب سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية. في ختام هذا اللقاء أكرر جزيل شكري وتقديري لفضيلة الدكتور محمد بن سعد الشويعر على قبوله دعوة البرنامج، آملا بإذن الله تعالى أن يكون لنا تواصل بإذن الله تعالى معه في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. نلقاكم بإذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله. في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة، والذي نستضيف فيه عبر كل لقاء نخبة من علمائنا ومشائخنا ودعاتنا الذين نستمع ونتشرف بالاستماع والإنصات إلى شيء من حياتهم وتجربتهم وآرائهم وتوجيهاتهم في مجالات العلم والدعوة إلى الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، كان لنا لقاء في الأسبوع الماضي مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر المستشار في مكتب سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية، والذي تفضل مشكورا في اللقاء السابق بالحديث
عن العديد من الجوانب الشخصية المتعلقة بحياته ونشأته ومشائخه وشيء من الأعمال والمسؤوليات التي تلقاها. قبل أن نستفتح هذا اللقاء المبارك، لا أملك في مطلع هذا اللقاء إلا أن أرحب باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات بالدكتور محمد بن سعد الشويعر مكررا ورافعا له شكري وتقديري باسمكم جميعا على قبوله دعوة البرنامج. حياكم الله دكتور. حياكم الله، جزاكم الله خيرا. فضل الدكتور محمد، الحقيقة نتوقف الآن عند جانب مهم من مشواركم العلمي والدعوي. لكم ولله الحمد العديد من المؤلفات القيمة والمباركة في العديد من الجوانب والعلوم. هل من الممكن أن نستمع فضل الدكتور محمد بن سعد الشويعر إلى بعض تلك المؤلفات التي كتبتموها بدءا بالأسبق منها؟ بالنسبة للمؤلفات، الحقيقة أنت تعرف أن الإنسان عندما يبدأ حياته يسميها بعضهم القلمية قد لا يكون راضيا كل الرضا عما يكتبه، وإنما يعتبر نفسه بدأ مشوارا له مسؤولية كبيرة، لأن للقلم عثرات كما أن للقدم عثرات. ولذلك فقد كنت أكتب منذ أكثر من 25 سنة وما كنت راضيا عن شيء مما كتبته أن يصلح للتأليف وللنشر في كتاب مستقل. ولكن في المؤتمرات التي أحضرها والندوات أحيانا تجذب الإنسان بأن يكتب في موضوعا ويرى أن هذا الموضوع لقي قابلية أو استحسن من بعض الآخرين ودفعوه إلى أن يزيد فيه أو إلى أن ينشره. فلذلك تلاحظ أن ما نشرته في الموضوعات الإسلامية وهذه أمور لا شك فيها بأنها جزء من حياتنا، لأن الإنسان مسلم ويشعر بأداء الأمانة الإسلامية في كل خطوة من خطواته وفي كل عمل يقوم به. وكذلك بالنسبة للعلوم العربية من الناحية الأدبية، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يحث على ذلك ويقول أن اللغة العربية هي وعاء الدين، إذا لابد أن يقترنا العروبة والإسلام والقرآن الكريم جاء بلسان عربي مبين. وكذلك بالنسبة من الناحية التاريخية، لأنها أيضا أمور تعلق بالإنسان دون أن يشعر حبه لأن يعرف الأحداث والوقائع والنواحي التاريخية وما فيها من عبر وعظات وغيرها. هذه الأمور دفعتني إلى الكتابة في موضوعات متعددة، وخرج بعضها في كتيبات، ولا أستطيع كما ذكرت أن أذكر لك الأولوية. فالأولوية لأن كل شيء له وقته ومناسبته. فعندما أتي للكتب الإسلامية، صدر من لكتاب اسمه حماية الإسلام للمرأة. هذا الكتاب أيضا له حكاية ودفعني إليها الندوة أقيمت في أندونيسيا، وطلب بحثا وطلب فيه بحثا بما يتعلق بالمرأة وحمايتها، فقدمت في هذا بحث وأرسلته ولم أكن شاركت في هذا في هذه الندوة أيضا. ولكنه من فضل الله أعطى مناسبا، وكنت أردته على سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وقرأته عليه قبل أن أرسله، فأيده وصحح لي فيه ما كنت قصرت فيه، والإنسان سمته الخطأ والقصور. فدفعت إلى أن أطبعه، وقد طبع أكثر من طبعة واحدة. الطبعة الأولى كانت في مصر
وثم يأتي الكتاب الثاني المرأة بين نور الإسلام وظلام الجاهلية. هذا كان أكثره أحاديث ومناظرات في أسفارنا في الخارج، وخاصة عندما رأيت في زياراتي لأمريكا وغيرها من الدول الغربية فضل الله سبحانه وتعالى على المرأة المسلمة وما أحلها من منزلة وما وصلت إليه المرأة الغربية من تدني، حتى أنها أصبحت سلعة في أيدي الرجال وممتهنة، وإن كانوا يسمونها تحررا فهي تحررت من الحجاب ومن الحشمة، ولم تتحرر من أمور تتعلق بها وفي نفسها وفي طباعها وفي شعورها أيضا، لأن المرأة تشعر أن الرجل عندهم هناك أذلها بهذه الأنظمة، حيث تزول الرقابة حتى الأبوية على البنات من السادسة أو السابعة عشرة في بعض البلدان من عمرها. فوجدت صورا للمرأة هناك حسب النقاش والحديث، فأوجدت هذا الكتاب الذي سميته المرأة بين نور الإسلام وظلام الجاهلية، ويقع في أكثر من 200 صفحة، فيه وقائع عن حياة نساء اعترفنا لأنفسهن سواء معي أو مع آخرين من الذين درسوا هناك ونقلوا للصورة التي شاهدوها، أو مما لاحظناه أيضا في الصحافة العربية وغير العربية عن أمور تمتهن فيها المرأة غير المسلمة، ويظهر ذلك على لسانها هي باعترافها. فجعلت هذا مقارنة بين المرأة بين نور الإسلام وظلام الجاهلية، أي بين المرأة المسلمة والمرأة غير المسلمة، وما أعطى الله المرأة المسلمة من حقوق وما سلبت منها المرأة غير المسلمة من أمور هي في أمس الحاجة إليها. أيضا الموضوع الثالث العقوبة في الشريعة الإسلامية، كان هذا بحثا لندوة علمية حضرتها في السودان، وقد كان قبل 15 عاما تقريبا حصل اتفاق بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في السودان على تنظيم دورات دراسية لمجموعة من المحامين والمحققين وغيرهم ممن يكونون في الأعمال التي لها علاقة بالجمهور ويريدون مقارنة القانون بالشريعة. فكانت الدورة لمدة 5 سنوات نظمتها وزارة العدل، وانتخبت لها مجموعة من مشايخنا، فكان لي شرف المشاركة في هذه الدورات لمدة 4 سنوات، ولم يكمل وفي المملكة السنة الخامسة لظروف خاصة. العقوبة في قدمت فيها 3 أو 4 بحوث، من ضمنها العقوبة في الشريعة الإسلامية، وكذلك بالنسبة لي أيضا الأشياء التي تتعلق بالأمور الجنائية وغيرها. هذه كلها حوالي 5 بحوث قدمتها فيها، لم يطبع منها في هذه الرسالة إلا كتاب أو كتيب الصغير العقوبة في الشريعة الإسلامية فقط. والكتاب الرابع في الإسلاميات اللي هو حسن الخلق ومكانته، هذا أيضا كان بحثا أعددته لندوة شبابية في البحرين، ويطبع الآن طبعة ثانية يطبعه أحد النوادي الأدبية. وأما الكتاب الخامس بين الشك واليقين، فهذا من واقع عملي في مجلة البحوث الإسلامية، تأتيني رسائل كثيرة جدا من خارج المملكة ومن داخلها يتذمر فيها الشباب من أمور. ولما كانت الكلمة يقول إن من يحكي الكفر ليس بكافر، فأذكر نموذجا من ذلك هي التي دفعتني لأن أكتب هذا من باب التوجيهات لهؤلاء الشباب، وبعضهم أرسل له الجواب من عنده المكتب كتابيا على مشكلة التي تشكو منها. فمن ضمنها أذكر طالبة في الأردن تقول في رسالتها: أنا بنت فقيرة ومن أسرة فقيرة، ولم يحفل الله بجمال، وفاشلة في دراستي،
ولا أستطيع تأمين متطلباتي العديدة لا في الملبس فلا ألبس مثل الآخرين، ولماذا تكون بنت فلان الغنية جميلة ويأتيها الزوج بسرعة وتنجح في دراستها؟ ما هذه الفوارق؟ يعني كأنها تشكك أو تضع نقطة استفهام في قضاء الله وقدره. فأجبتها برسالة، هذه كانت في بداية الكتاب، أجبتها برسالة شرحت لها الموضوع شرحا كاملا في 15 صفحة، وبينت لها ما يجب عليها وما يجب أن تعتقده وما يجب أن يرسخ في نفسها، وأن الله سبحانه وتعالى يقسم بين عباده الأرزاق وغيرها من أمور الحياة، وأن الله يبتليهم بذلك كما قال سبحانه وتعالى في سورة تبارك: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا العمل بالحسن وليس بالكثرة. فلمست منها بعد سنتين، وكنت نسيت الموضوع، أن جاءتني رسالة منها تقول: أبشرك أن تغيرت الأحوال وقد استنست برسالتكم. فوجدت فعلا، أدركت أن هناك للرسائل لها تأثير الحمد لله. لذلك صار كل ما يأتيني من رسالة من هذا النوع أرد عليها لهم، ولا أتوقع يأتي منهم جواب، لأن العمل يراد به وجه الله سبحانه وتعالى، وما أريد به وجه الله كله مخلصا وسيعمل عمله مع جيل أو مع غيره. فهذا الذي دفعني لذلك، كتبت في هذا عدة موضوعات أيضا على هامش الموضوع، ثم جمعت هذه الأمور كلها ونسقتها في هذا الكتاب بين الشك واليقين، كله أريد فيه توجيها لشبابنا. الكتاب السادس من الكتب الإسلامية اللي هي الأمن والأمان في القرآن الكريم، هذا أيضا موضوع بحث قدمته لأحد المؤتمرات، ثم أيضا رأيت أن أنشره في مجلة البحوث الإسلامية لفائدته، ثم أيضا طبعته في هذا الكتاب. السابع: الغيبة والنميمة، هذه محاضرة طلبها مني النادي الأدبي في المدينة، ولما رأيت كثرة الطلبة الذين جاءوا من الجامعة الإسلامية وفرع جامعة الملك عبد العزيز وفرع جامعة الإمام، حتى أن القاعة امتلأت والشارع وقف فيه عدد كبير، وقال للرئيس النادي أنه لم يأتنا جمهور مثل هذا، ثم تكاثر عليه العدد يطلبون نسخة من هذه المحاضرة، طلبها مني فأعطيتها النسخة التي معي من رئيس النادي، وقلت لعلك تطبعون لمن أراد، ولكن ما دام الأمر كذلك فإنني مستعد لأن أزيدها وأنقحها وأطبعها في رسالة. وفعلا طبعتها في رسالة، طبعت في جدة وطبعت الطبعة الثانية في الأمارات العربية. أما الثامن فهو وقفات مع أبي ريا في كتاب دين الله واحد. هذه الرسالة لها سبب. السبب الذي دعا لهذا أنني في يوم من الأيام وجدت من ضمن الرسائل تصل في البريد رسالة وصلت من أستاذة في جامعة عين شمس، الدكتورة فلانة، ولا أحب أن أسمي اسمها، لا أعرفها ولا تعرفني، ولكن قد تكون قرأت لي أو قد تكون أحسنت الظن، لكن أرجو أن أكون عند حسن الظن. فأرسلت لي رسالة طبعت طبعة تجارية وتوزع بالمجان لأبي ريا بعنوان دين الله واحد. واستفزني ما رأيت على غلاف هذا العنوان، إذ رأيت صورة فتاتين مسلمة ونصرانية، المسلمة متحجبة وتقرأ القرآن الكريم، والنصرانية يتدلى الصليب على صدرها ومعها الإنجيل وكلاهما جنب بعض، وتقرأان في كتابيهما تحت عبارة كتاب الله واحد. ولما قرأته وجدت أن ما قيل من كلام إن كان منسوبا لأبي ريا الذي مات منذ أكثر من 30 سنة فيما قيل لي، وإن كان
قد جعل تحت اسمه مستغلين منه كتاباته التي شطح فيها السابقة حسب ما ذكر لي عن تهجمه على أبي هريرة، وإن كنت لم أقرأ ذلك لأنه قاله هذا الكلام ولا زلت في المراحل الأولية من التعليم ولم يتيسر لي قراءته، لكنني رأيت من هذا الكتاب أن فيه شدة على المسلمين، وأنه يطالب بأن يكون المسلم والنصراني واليهودي كلهما في صف واحد ويلتقون في منهج واحد وكلهم موحدين لله ولا فرق بينهم. إذن لماذا هذه التفرقة؟ هكذا أراد أن يصور هذا الكتاب، وكانت قد كتبت الكاتبة التي أصلت هذه النسخة أرجو أن تردوا على هذا، فرددت عليه مقالات سميتها الوقفة الأولى والوقفة الثانية، هي خمس وقفات نشرتها في الجزيرة، وجمعت هذه الوقفات مع موضوعات أخرى كتبتها في النواحي الفكرية وشطحات الفكر وما يتأتي فيها، فجمعتها في كتاب طبع في الأمارات العربية الطبعة الأولى، وطبع الطبعة الثانية في المغرب العربي. وأيضا يأتي في الكتاب التاسع من هذه الأمور كتاب تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية، هذا كان مناظرة مع أحد علماء المغرب بدأه بهذا السؤال، وهي مناظرة علمية بدأه بهذا السؤال: يا أخي لو بيننا وبينكم علاقات طيبة على مستوى الدولة وعلى مستوى الشعب وثقافاتنا متحدة وكلنا مسلمون، ولحبذا لو تركتم هذا المذهب الوهابي الذي فرق بين المسلمين. فحصل هذا النقاش، هذا النقاش الذي حصل وتفخض عنه بحمد الله أن هذا الأستاذ نفسه ومجموعة الأستاذ اللي يبلغ عددهم في حدود 30 شيخا وأستاذا من جامعة تطوان الذين حضروا الجلسة أقنعتهم بفضل الله من نفس مكتبة هذا الرجل ومن كتب المغاربة أنفسهم ومن تاريخ المغاربة أنفسهم. فحصلت النتيجة المرضية بحيث طلب مني هو شخصيا أن أكتب مقالة عن هذا الموضوع، وكتبتها لهم نشرت في إحدى الصحف هناك في تطوان، ثم تلقيت من رئيس التحرير للصحيفة فيما بعد رسالة يقول إن الإخوان قرأوا المقالة ويرجون منك أن تجعلها في رسالة، ففعلا ألفت لهم هذه الرسالة وطبعت الطبعة الأولى في المغرب ولم تأتي للمملكة. وقد تلقيت ما يفيد أن هذا الأستاذ الذي تنظرت منه بعد القناعة ومعرفته عن الوهابية التي هي كان يظنها الوهابية الرستمية الخارجية الأباضية التي أفتى علماء الأندلس وشمال أفريقيا بكفرهم لأنهم خالفوا السنة والجماعة بأمور كثيرة جاءت في كتب المالكية رحمهم الله في الردود عليها، هي تنسب إلى عبد الوهاب ابن عبد الرحمن ابن رستم الخارجي الأباضي المتوفى عام 197، والزمن بين هذا ودعوة الشيخ محمد كبير جدا أكثر من 1000 عام بين وفاة هذا ووفاة هذا. الشيخ محمد رحمه الله توفي عام 1208 أو 6، وهذا توفي على رواية 197، يعني أن بينهما 1009 سنوات. ليس صحيحا أن يقال أن هذه وأن الفتاوى التي صدرت في كتب المغاربة هي هو المقصود فيها، ولكن المستعمر الذي كان جاثما على ديار المسلمين ذلك الوقت هو الذي جاء بهذه الشبهة من أجل أن يفرق بين المسلمين، لأن قاعدتهم فرق تسد، ومصالحهم في ديار المسلمين ذلك الوقت يخشون عليها أن تنقطع، بل إنهم حتى الآن كما قال مؤرخهم توينبي الذي يحثهم فيه على التفرقة بين المسلمين يقول في تاريخه، وتوينبي عندهم مثل ابن خلدون عند العرب في تاريخه يقول لهم: عليكم أن تحرصوا على التفرقة بين المسلمين مثلما حث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: سألت ربي 3 فأعطيت 2 ومنعت 3، فقالوا: أنتم خذوا من هذه 3 التي منعوا إياها ما يعينكم على التفرقة بينهم بأن لا تدخلوا لهم مجابهة لأنكم لم تسلطوا عليهم، فهذه سألها رسولهم فأعطي إياها،
إذا لم تدخلوا عليهم بالقوة ولكن تدخلوا عليهم بالإفساد، وابحثوا على نوعيات منهم علمها سطحي وثقافتها قليلة وديانتها هشة، عبئوا أفكارهم بما يخدمكم، هؤلاء هم الذين يخدمونكم في داخل بلادهم. ثم يقول إذا لم تفعلوا هذا فإنها ستقوم الحضارة الإسلامية، وتنبأ لها بهذا، قال جميع الحضارات كلها قد قامت كلها انتهت لأنها تقوم على عصبية قبلية أو عرقية، وكلها انتهت ولن تعود مرة ثانية للتاريخ. وذكرها بدءا بالحضارة الصينية والآشورية والحامورابية والفينيقية إلى غيرها من الحضارات، إلى أن وصل للحضارة الأوروبية الحاضرة. قال وكلها تنتهي ما عدا حضارة الإسلام، فإنها ستعود مرة ثانية وأقوى، فعليكم أن تعوقوا قيامها لأنها قامت على الدين، وما قام على الدين هو الذي يثبت. ثم حرضهم بكلمة مهمة جدا يجب أن يرعاها كل مسلم، قال إذا لم تفسدوا بينهم فإن هؤلاء إذا قامت حضارتهم سيكتسحونكم وسينشرون دينهم مرة ثانية، وستعودون في بلادكم في أوروبا رعاة خنازير وزراء بطاطس مثل ما كان أجدادكم. هذا الكتاب كما قلت لك الطبعة الأولى لم تأتي للمملكة، طبعت في المغرب، ثم طبعت الطبعة الثانية في داخل المملكة هنا في الرياض. وقد علمت ووصلتني رسائل، بل وصلتني نموذج من الرسائل، أن تاجرا هندي تاجرا يمنيا لا أذكر اسمه لك الآن، في صنعاء عندما وقعت هذه الرسالة في يده لتصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية، أعجب بها وأعجب بها كثير من العلماء هناك الذين توجههم الديني والعقدي سليم بحمد الله. وكما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يماني، فتحمس وطبع منها 50,000 نسخة وزعها بالمتجر، فلقيت إقبالا، فجاء إليه طلبة فقالوا إنها نفدت، فقال إذا تطبع 50 نسخة أخرى على حسابي الخاص، وطبع منها 100,000 نسخة وزعها ولقيت إقبالا كبيرا. ولمست الصدى من رسائل كثيرة جاءتني من ناس لا أعرفهم ولا يعرفونني إلا من هذه الرسالة التي وصلتهم، والحمد لله. ولذلك جاءت الطبعة الثالثة واستندت فيها على فتوى لسماحة شيخنا رحمه الله بأنه لا يجوز لطالب العلم يحتكر علمه كما صدر في جريدة الرياض، فقد أبحتها لمن يوثق به ويطمئن إليه في علمه وفي أمانته بأن يطبعها وأن يترجمها إلى اللغات الأخرى بمعرفته، لعل الله ينفع بها. ولا أكتمك خبرا ذكر لي بعض الأخوة الكويتيين وبعض الإخوة من دولة الأمارات العربية أيضا بأن هذه الرسالة قد أنقذ الله بها مجموعة من الشباب هناك، لأنه صدر عند الجمهوريات الإسلامية التي انفصلت من روسيا فتوى عجيبة، ولكن لا شك أنها من أعداء الدين ليفرقوا بين المسلمين، يقولون فيها وزعت بينهم، يقولون إن القتل الوهابي أفضل من قتل 100 يهودي. فيقولون صرنا عندما نزور تلك البلاد لا نمشي إلا جماعيا خوفا من القتل. يقول فاجتمعنا مع بعض العلماء، وعلماءهم هناك هم أئمة المساجد، وكما هو معروف فإنهم عندهم حماسة دينية لكنهم في حاجة للعلم، لأن الستار الحديدي الشيوعي قد اعتمى على الثقافة الإسلامية وعلى علوم الدين الإسلامي. فلذلك يقول اجتمعنا مع مجموع وشرحنا لهم عن الوهابية هذه وما المراد بها، وبينا لهم أن المعنية واللي فيها في الفتاوى واللي فيها الكلام الكثير هي في شمال أفريقيا، ومنذ أكثر من عام سبق الشيخ محمد بكر من عام. فلما وضحنا لهم هذه الأشياء اللي جاءت في هذه الرسالة اقتنعوا، فالحمد لله. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون كل ما يكتبه الإنسان أن يكون نافعا حتى يجد أجر هو عند الله سبحانه وتعالى. أما الكتب الأدبية والتاريخية فهي أيضا عديدة، ولا أجد مناسبة لأذكرها للوقت قد طال، ما عدا عبد الله ابن رواحة رائد الشعر الجهادي في الإسلام، فهذا البحث قدمته لندوة الأدب الإسلامي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكان بحمد الله هو البحث الوحيد الذي فاز من البحوث التي قدمت إليه من داخل المملكة. اللي أحب أن أقوله عموما أنني دائما سواء الكتابات الأدبية أو الكتابات التاريخية أو الكتابات الاجتماعية
أجعل المحور الذي تدور عليه كلها هو عقيدة هذا الدين وما يجب على المسلم أن يتمثل به في شؤونه، لأنه ليس بمعزل عن شؤون الحياة كلها مهما كانت. أحسنتم وعافاكم الله. دكتور محمد، لم نزل بعد في الحديد من الجوانب التي نحب أن نتحدث فيها عن مشواركم العلمي والدعوي، إلا أنني لازلت في معركة مع الوقت الذي دائما يخنقنا ونحن في أشد الحاجة إليه. دكتور محمد، أستأذنكم في هذه اللحظات لأن وقت الحلقة قد شارف على الانتهاء، إلا أن أو أنني أعلم يقينا أن لديكم العديد من الجوانب التي نحب أن نتحدث عنها، وخصوصا كما وعدت الإخوة والأخوات حديث منفرد وخاص عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وعلاقتكم الخاصة به. أعدكم أيها الإخوة والأخوات أن يكون لنا تواصل مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعد المستشار في مكتب سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية، والذي نأمل بإذن الله تعالى أن يكون لنا تواصل معه في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. أكرر شكري وتقديري لفضيلة الدكتور محمد على قبوله دعوة البرنامج. هل لكم من كلمة ختامية دكتور محمد؟ أبدا، لا يسلي شيء إلا أن أوصي نفسي وإخواني جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى والصدق والإخلاص في القول والعمل، ومن صدق مع الله وفقه الله سبحانه وتعالى لخير ما يرجو. أحسنتم وأثابكم الله. كما وعدناكم أيها الإخوة والأخوات، لنا لقاء معكم بإذن الله تعالى ومع فضيلة الدكتور محمد بن سعد الشويعر في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله. في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد من برنامجكم في موكب الدعوة. استضفنا وعبر كل من لقائين سابقين صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعد المستشار في مكتب سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية، والذي تحدث في كل من اللقائين السابقين عن العديد من الجوانب المتعلقة بطلبه للعلم والتحاقه بالعمل والشخصيات التي تأثر بها من العلماء والمشايخ وعدد من الجوانب المتعلقة بشخصيته وحياته وسيرته العلمية والدعوية. في هذا اللقاء الثالث نواصل مع فضيلة الدكتور محمد هذا اللقاء المبارك والنافع بإذن الله تعالى، مقدما بين يدي هذه الحلقة جزيل شكري وتقديري لفضيلة الدكتور محمد على قبوله دعوة البرنامج. حياكم الله دكتور. الله يحييكم دكتور محمد. في الحقيقة بودنا أن نتناول في هذا اللقاء ما يتعلق برئاستكم لتحرير مجلة البحوث الإسلامية، وهي مجلة علمية متخصصة لها حضورها البارز ولها دورها الكبير والمؤثر في نشر العديد من البحوث العلمية والشرعية لطلبة العلم عموما. دكتور محمد، بودي بادئ ذي بدء أن نتعرف على نشأة هذه المجلة، كيف كانت ومتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، مجلة البحوث الإسلامية مرتبطة بتشكيل هيئة كبار العلماء في المملكة، ففي عام 1391 صدر مرسوما ملكيا رقمه ألف تقسيم 137
تاريخ 8/7/91 و300 وألف يقضي بتشكيل هيئة كبار العلماء في المملكة. وقد جاء في الفقرة 11 من أعمال هيئة كبار العلماء ما يدل على إنشاء هذه المجلة، حيث جاء في الفقرة 11 كما قلت ما نصه: تتولى رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إنشاء مجلة دورية تنشر البحوث العلمية التي توافق الهيئة على نشرها، وكذلك البحوث العلمية التي ترد من بعض الباحثين بعد موافقة الأمين العام لهيئة كبار العلماء على نشرها. هذه هي الفكرة من نشأة مجلة البحوث الإسلامية، وهي مجلة قصد فيها حسب منصوص المرسوم الملكي أو الأمر الملكي بإنشاء هيئة كبار العلماء، أن هذه المجلة مرتبطة بما يصدر على هيئة كبار العلماء في المملكة من فتاوى وبحوث وغيرها مما يرون نشره لنفع الإسلام والمسلمين. هي مجلة دورية، هذه هي فكرة النشأة لهذه المجلة. وأما عن ارتباطي بهذه المجلة فقد أشرت إليها في حلقة سابقة عندما بدأ منذ شهر شعبان 1402 عندما درس في مجلس هيئة كبار العلماء السابق لهذا التاريخ بما يقرب من شهر أو شهر ونصف موضوع المجلة، ووقع اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء على شخصيات منهم شخصي الضعيف المتواضع، وأصر الجميع على أن أنا أكون لهذا العمل، وكل إنسان ميسر لما خلق له. أرجو الله سبحانه وتعالى أن نؤدي الأمانة التي أكلت إلينا، وكما قلت أيضا في فترة سابقة بأن عملي لا يتوقف على هذه المجلة، فعمل المجلة لأنها دورية لا يستوعب الوقت الكامل كله، ولكنني أسند إلي سماحة الشيخ أعمالا في مكتبه وفي فتاواه. أحسنت فضل الشيخ. البحوث التي تنشرها المجلة دكتور محمد كيف تستقبل وكيف يتم الانتقاء والاختيار لما يصلح للنشر فيها؟ كما قلت لك أن المجلة هي مجلة علمية تعنى بالبحوث والدراسات الإسلامية علاوة على الفتاوى، والمسلم في حاجة إلى هذه الأشياء، ولمكانة المجلة ولحرص القائمين عليها بأن تكون في المستوى اللائق بها وبالهيئة الصادرة عنها، فإن جميع ما يصدر فيها من مقالات وبحوث للآخرين تخضع للتحكيم من هيئات علمية، ولا ينشر فيها إلا ما يرى فيه الخير والبركة والنفع الشامل للإسلام والمسلمين. ولذا فإن كثيرا من أساتذة الجامعات الشرعية في المملكة والعربية أيضا كلهم يحرصون على أن يشاركوا في هذه المجلة، وأن يكون لبحوثهم دور في صفحاتها أو مكان بين صفحاتها، حتى يحظوا بالترقيات العلمية في كلياتهم. فمن هذا ندرك أنها مجلة لا ينشر فيها أي شيء إلا بعد تمحيصه وتدقيقه، محاولة في الارتقاء بها إلى المكانة اللائقة بها، والحمد لله قد احتلت مكانة في الداخل وفي الخارج تنبئ على اهتمام المسلمين بالقضايا الشرعية الرصينة وكل ما يصدر من علماء المملكة. وهذه تزكية عامة نعتز بها في هذه البلاد، بحيث أن الكلمة لها ثقلها عند المسلمين في شتى المجالات وخاصة النواحي الشرعية
التي عرف بها علماء المملكة بأنها تصدر عن المصدرين الشرعين الشرعيين في الشريعة الإسلامية، وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة أيضا يحرص علماء المملكة أن تكون من الأحاديث الصحيحة الموثق رجالها جرحا وتعديلا. أحسنتم دكتور محمد. فضلت الدكتور محمد بن سعد الشوير رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية، ألا ترون أن الحاجة في الساحة العلمية والدعوية تستدعي أن تكون هذه المجلة أكثر حضورا، بمعنى أن تنتقل من الدورية إلى أن تكون إصدارا شهريا بحيث يكون لها متابعون كثر يستطيعون الاستفادة مما ينشر ويصدر في هذه المجلة أكثر من ذلك المستوى الذي هي عليه الآن؟ والله وجهة النظر في مكانها، ولكن أساس المرسوم نصر بأن تكون دورية، وأيضا بزيادتها لا بد من زيادة إمكانيات إذا كانت تصدر شهرية، من ناحية الجهاز ومن ناحية المادة العلمية ومن ناحية الأشياء الفنية. أيضا المشكلة في الطباعة حاليا مشاكل كثيرة جدا تمر بالذين يعيشون في هذا المجال، ولا يحس بها إلا من يعاني الأمر مع المطابع. المطابع إذا لم تكن ملكا لنفس الدائرة، وهي هي بطاقمها وموظفيها كلهم من موظفي هذه الدائرة، وليس لهم أعمال أخرى إلا هذا العمل الموكول إليهم، فإن الأعمال تتأخر. رغم أن المطابع اللي موجودة في البلد يقولون عنها أن لها إمكانيات، إلا أنها تؤخر الأعمال وتجعل عملا على حسب عمل آخر، مما يفقد المجلات العلمية والدوريات ذات الأهمية عند المسلمين الذين يتابعونها، يفقدها مكانتها. ولا يعرف هذا إلا من عايش هذه الأمور. أحسنتم دكتور محمد. الحقيقة لا شك، بل كل متابع لهذه المجلة يدرك الخصوصية التي تتمتع بها وجودة وانتقاء وعلمية البحوث المنشورة فيها. السوق لرئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية اتهام يسوقه البعض لهذه المجلة بأنها من الصعب ومن المتعذر أحيانا الحصول على نسخ لإعدادها، سواء النسخ للعدد الموجود في الساحة والذي يجب أن يتعين يعني وجوده وحضوره في كل مكان ممكن يستطيع أن يحصل عليه طالب العلم، أو من حيث الحضور العالمي بحيث تتواجد في عديد من المراكز الإسلامية والهيئات الخيرية في أنحاء العالم والمساجد المنتشرة، والذين من الممكن أن يستفيدوا من تلك البحوث العلمية الرصينة المنشورة في مجلة البحوث الإسلامية. دكتور محمد، ما هو تعليقكم على مثل هذا؟ هذا ليس على إطلاقه، لأن الموضوع كما قلت لك متشعب، وأعطيك نموذجا أصغر من ذلك. ما أكثر الذين يتصلون يسألون عن المجلة وأنهم لم يجدوها في السوق، وعندما نخبرهم أنها تتولاها شركة للتوزيع، وأن هذه الشركة هي التي تحدد الأماكن التي ترى فيها سوقا رائجة للمطبوعات التي تتولاها، لأنها تأخذ من هنا ومن هنا وكالات، لا نملك إلا أن نعطيهم الهاتف. فالشركة فيما فهمت من بعض السائلين أو من بعض المتابعين لها من الجمهور يقولون إنها تضعها في أماكن ليست قريبة من منازلنا، وتعرفون المدن الكبيرة أنه يصعب على كل شركة بأن تضع في كل مكان أو عند بيت كل شخص. الشركات يمكن الأشخاص يسألونها، شركات التوزيع، هل في المنطقة الفلانية أو في المكان الذي سأل عن هذا الشخص سوق رائجة لهم حتى أنهم يجعلون فيه أعداد أكثر؟ الشركة مثلا عندما تحدثنا معها قلنا لهم لا، يجب أن لا تسحبوا أي عدد من السوق
عندما ينزل العدد الثاني، لأن هذه المجلة تعتبر كتابا، ولذا فإن من قرأ للمرة الثانية في العدد فإنه يبحث عما قبله. ومن باب التسهيل نقول لهم حتى الذي تعتبرونه رجيعا تأخروا إعادته، لأنهم يقيسونها على الصحف اليومية ويقيسونها على الصحف الأسبوعية ذات الموضوعات المحددة التي تفقد قيمتها بفقد زمنها. أما هذه المجلة فهي مجلة علمية متجددة مع الكاتب ومع القارئ ومع المتابع، ولذا فإن الاطلاع لها يختلف عن الاطلاع مع المجلة الثانية. هذا جانب. الجانب الثاني فيما يتعلق بالأعداد القديمة، معروف أن المجلات والصحف كلها بأنواعها لو قلت لهم اطرحوا عددا من أعدادكم السابقة لا يعيدون طبعه مرة ثانية، لأن هذه أعمال متواصلة وانشغال بالقديم على حساب الجديد. ولذا فإن من باب التسهيل قد رأى المسؤولون وعلى رأسهم سماحة المفتي الأول ثم سماحة المفتي الثاني رحم الله السابق وجزى الله اللاحق كل خير وأعانه عليه، نراهم يهتمون بهذا الجانب. فدور النشر الذي طلبت إعادة الطبع سمح لها ولم يؤخذ منها مقابل إلا لنشر المعرفة، بل طلب منهم بأن يخفضوا السعر للقارئ. وقد طبعت المجلة أيضا طبعات كثيرة جدا وهي متوفرة في الأسواق، ولكن كما قلت لك الأسواق في المدن الكبيرة وفي المدن الصغيرة. المدن الصغيرة قد لا تكون مربحة بالنسبة للمسوق، والمدن الكبيرة قد يصعب استيعابها كلها أيضا للمسوق. إذن المسألة مسألة طريقة توزيع ومتابعة، والمهتم لابد أن يتحمل في هذا السبيل. كل واحد من أصحاب الدراسات وخاصة الدراسات العليا عانى ما عانى في البحث عن كتاب وجده أنه نافع له في مصدر البحث الذي يريد أن يبحث فيه، وبدل في سبيل هذا الشيء الكثير سؤالا واستقصاء وتوصية وبحثا من بلد إلى بلد. لابد الإنسان أن يبحث في مثل مسائل دراسه، ولا بد أنه يبذل جهده، ولا بد أن يسأل أيضا من يعينه في الوصول إلى هذه الأمور. أخلص القول إلى أن الإعادة المجلات القديمة وخاصة مثل مجلة البحوث الإسلامية طباعتها يحمل مبالغ، ويكون أيضا عملها على حساب العمل السابق، وتوزيعها أيضا على حسب التوزيع اللاحق، ويكون أيضا توزيعها على حسب التوزيع اللاحق أيضا. ومعنى ذلك أنه إذا انشغل المسؤول بأكثر من عمل تنوعت الجهود ويضيع شيء على حساب شيء آخر. لكن كما قلت لك الوضع التجاري قد سمح لهم بتسهيلات مهمة جدا تفيد القارئ. أحسنت دكتور محمد. فضل الدكتور محمد بن سعد الشويع، الحقيقة لكم جهد مذكور وعمل مذكور، كان لكم علاقة خاصة تميزت واشتهرتم بها، وهي علاقتكم مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية رحمه الله. دكتور محمد، الحقيقة هذه العلاقة التي امتدت لأكثر من 18 عاما ولدت الكثير من الجهود والأعمال التي قمتم ولله الحمد بالاستفادة منها من سماحته، وكان لكم جهد معروف في جمع العديد من المقالات والفتاوى لسماحته. هذه الفتاوى والمقالات التي جمعت دكتور محمد، كيف كانت فكرتها وإلى أي مدى وصلت الآن؟ لعل ما ذكرته في الجزيرة في مقالاتي الخمسة المتتابعة عن ذكرياتي مع سماحة الشيخ، والتي وعدت القراء بأن أضعها مع زيادات أخرى كنت أرصدها من سماحته رحمه الله في مواقف متعددة تنبئ عن هذه الأمور التي سألت عنها.
ذكرت في تلك الحلقات اللي في الجزيرة بأن سماحة الشيخ رحمه الله كل يعرفه في هذه الديار وخارج الديار السعودية أيضا لمكانته وعلمه وتواضعه وحرصه على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واهتمامه بشؤون المسلمين، فهو شخص نادر في صفات عديدة لا تجدها في شخص واحد. ويعتبر هذا الشيخ كما قاله كثير من الفاهمين له وخاصة خارج المملكة بالذات، لأنها نعتبر شهادتهم لهذا الشيخ شهادة رصينة، يقولون إن الشيخ هو بقية السلف الصالح بمنهجيته وبحرصه وبتواضعه. الشيخ عبد العزيز كما قلت هو قد عرفته منذ كنت طالبا بكثرة أحاديثه ودروسه واهتماماته وبتعليقاته في النادي الأدبي عندما كنا في معهد الرياض العلمي الأسبوعية، وكان يعلق على كل كلمة أجاد فيها صاحبها أو أخطأ لينبه على الخطأ والزل الذي يقع فيه، وهذا من اهتمامه أيضا الدعوي. ثم عرفناه بمنهجيته الخاصة وحرصه على المسلمين عموما ونصائحه القيمة مع من يعرف ومن لا يعرف، لأنه ينصحهم نصحا لله سبحانه وتعالى. ولكني ما كنت متوقعا أنني أشتغل معه في يوم من الأيام، ولكنها إرادة العزيز الحكيم سبحانه وبحمده. في شهر رجب من عام 2400 طلبني سماحة الشيخ، وكنت خارج الرياض في مهمة، فحضرت وقطعت مهمتي والتقيت به، وكنت أتوقع أنه قد قيل له أو قد لاحظ علي في مقالاتي شيء، وتوجست منه توجيها أستفيد منه من لأن سمة البشر الخطأ، وإذا به يفاجئني بأمر ما كان لي بالحسبان. يقول لقد درسنا في جلسة هيئة كبار العلماء في جمادى الثانية الماضي موضوع مجلة البحوث الإسلامية، وقد عرضت أسماء وعدد إلي أسماء 4، ولكن الجميع اتفقوا عليك أنت، فاعتبرت هذه تزكية منهم جزاهم الله خيرا وحسن ثقة أرجو أن تتحقق وأن يعيننا الله سبحانه وتعالى عليها من البداية حتى النهاية. وقال وفوضوني بأن أتصل بك لتقوم بهذا العمل، وبعد مداولات وأخذ ورد وافقت على أساس بعدما درست وضع المجلة، وقلت أنها لا تأخذ من جهدي لأنها مجلة فصلية، والفصل أيضا لا يأخذ الجهد من جهة، من جهة ثانية لأنها محكمة ترسل البحوث الواردة إلى علماء يحكمونها، إذن حملوا ثقلا آخر عن رئيس التحرير. فقلت لا تأخذ من وقتي أكثر من 10% تقريبا، والبقية في حاجة إلى من يستثمرها، ولذلك فإنني أكتفي بالعمل معكم ليلا للمجلة حتى أصبح. ولكن ما كنت أتوقع أي شيء آخر، وقال لا أريدك لها وأريدك عندي في المكتب أيضا. فمن ذلك الوقت عشت معه في مكتبه، وفي يوم من الأيام كنت عائدا معه بعد صلاة الظهر من الجامع الكبير، عرضت عليه فكرة تجميع فتاوى لأنها كثيرة والناس مهتمون بها، فقال أن هذه الفكرة تراودني، فجزاك الله خيرا، إذا نضع الخطة المناسبة لهذا. ووضعنا الخطة المناسبة لهذا، وأعطاني الضوء الأخضر، ووجدت الرجل مهتما ومتحمسا أكثر مني لما فيها من نفع للإسلام والمسلمين. بدأت تجميع، وما أصعب هذا التجميع، تجميع من الصحف، الصحف القديمة والصحف الحديثة،
ونجمعها أيضا حتى بعض الرسائل من بعض الأشخاص الذين نتحدث معهم، ونجد أن زيدا عنده رسالة، وعبيدا عنده خطاب من الشيخ، وشخصا ثالثا عنده فتوى من الشيخ قد أخذها، وآخر قد سجل بعض الكلمات للشيخ عبد العزيز. وكنا نستجد هؤلاء الذين أبدوا تعاطفا جيدا معنا في موضوع تجميع فتاوى الشيخ رحمه الله. وما أصعب التجميع لمن هذا النوع، ولكن سبحان الخلاق العليم، لقد وجدت مع هذا الرجل عندما اشتغلت معه، رغم أننا نشتغل معه في الليل وفي النهار والخميس والجمعة وفي السيارة وفي كل مكان، لكنني وجدت راحة نفسية، ووجدت أن العمل المتعب يسهل، ووجدت أن المشقة العملية التي كنا نشكوها في أعمال أخرى قبل أن نأتي عند الشيخ عبد العزيز وجدنا أنها تسهل. وأضرب نموذجا لذلك، عندما أذهب مع سماحته مثلا من الرياض إلى الخارج عندما يقيم محاضرة في أول الأيام تلك، أو من جدة إلى مكة وبالعكس عندما يلقي محاضرة هناك، فقد لاحظت في كثير من المرات أننا نبدأ المسيرة، فعندما أركب مع سماحته في السيارة متجها من بلد إلى بلد كما قلت لك في الليل، وسماحته رحمه الله لا يضيع وقتا أبدا، السيارة يعتبرها فرصة للعمل أكثر، لأنه لا مراجع عنده ولا هاتف يشغله، فيستجمع فيها ذهنه وذاكرته. فكنت أقرأ عليه في الطريق. عندما نبدأ المسيرة يحس الإنسان بصداع وتعب، خاصة في الليالي بالذات في الليل، وضوء السيارة الداخلي خافت، ومع هذا عندما نبدأ أشعر براحة، وألاحظ أنني لا أشعر بذلك التعب الذي كان معي من أول، حتى الصداع الذي كنت أشعر به أرى أنه قد زال. وهذه معونة من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل ولمن يعمل معه. وقد ضرب لكثير من الإخوان الذين كانوا اشتغلوا عنده بهذه الأشياء، كالشيخ إبراهيم حسين رحمة الله عليه، والشيخ عبد الله الخريف رحمه الله، كلهم ذكروا نماذج من هذه وقالوا فيها إننا أدركنا أن هذا الرجل معان، فيأتي بعض الأحيان في عمل الليلي وهو حريص على أن ينجز عملا مهما، ومع ذلك يشعرون بأنه يتثاءب عندما يداعبه النوم، إلا أنه عندما يبدأ ذلك العمل المهتم به ينسى نفسه ويذهب عنه النوم حتى ينهيه، سواء كان بدراسة المعاملة من جوانبها أو باستذكار المصادر والمراجع المعينة في حل هذه القضية. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. الشيخ كما قلت لك عندما بدأنا في هذه المسيرة كان يقول لي إن الفكرة كانت تراودني عندما كنت في المدينة وقد جمعت جزءا واحدا لعله هو كل فتاواي، ولكن مع البحث والتتبع والمسيرة مع الشيخ عبد العزيز وأخذ الأشرطة وما إليها من الأمور الأخرى، وجدنا أن الأمر يتسع كل يوم. كان في البداية يقول إذا جلست مع بعض المرة كم تتوقع تخرج فتاواي فيه؟ فقلت أتوقع أنها تصير في حدود 4 إلى 5 أجزاء، ولكن كلما أعاد السؤال بعد فترة أعدت له جوابا أزيد مما كان يتوقع، حتى أن آخر مرة قلت له قلت أخشى أن أكون قد قصرت في الإجابة فيما يتعلق بفتاواك، لأنني أتوقع أن تزيد عن فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية بأجزائها، وهذا يدل على سعة علمه وكثرة ما يعطي الناس منه، لأنه يرى أن العلم أمانة. فهو رحمه الله في هذه المسيرة كان حريصا أيضا، وطالما قال أنني أتمنى أن
أرى هذه المجموعة لقد نفع الله بها الإسلام والمسلمين. ومن حرصه رحمه الله على ذلك لأنه يعتبره من العلم الذي يصل أجره إلى صاحبه ويتواصل معه في الدنيا وفي الآخرة، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. فيرى هذا من العلم الذي ينتفع به، ومن حرصه على ذلك نراه من أول جزء صدر في عام 407 كتب عليه وقف لله تعالى. إذن هو أوقف علمه وحرص أن يكون مشاعا بين مسلمين، وهكذا تتابعت الأجزاء التي صدرت باعتباره يراها وقفا لله سبحانه وتعالى. بل زاد على ذلك في عام 400 في شهر شعبان عام 418 وجه إليه سؤال في الجامع الكبير من ضمن الأشياء التي جمعناها لنضعها في فتاوى حول موضوع احتكار العالم لعلمه وحق التأليف. فكان ملخص ما قاله أنه لا يجوز الاحتكار إذا كان هذا العالم أو هذا المؤلف يظن صاحبه بأن فيه نفعا للإسلام والمسلمين. وهذا أيضا نظرة عامة يجب أن يهتم بها كل عالم من علماء الدين أو غيرهم ممن يرى في كتابه النفع في الإسلام والمسلمين كالردود على أهل الشبهات وأصحاب البدع وكإبانة وجهة نظر معينة خرجت في المجتمع الإسلامي من عادات وغيرها، ثم ألف المؤلف فيها كتابا بين احتجاجه ورأيه بالدليل الشرعي الذي يثبت خطأ ما صار فيه من رد عليه. وعندما يطرحه المسلمين فإنه قد أخذ بهذه الفتوى التي يراها سماحته رحمه الله، وهو عدم الاحتكار وعدم منع الكتاب النافع عن أيدي الناس، ويترك للآخرين طباعته وترجمته إذا دعت الحاجة للترجمة حتى ينتفع به أكبر عدد من المسلمين في كل مكان، لأن العلم لا يجوز أن يكتمه الإنسان، كما جاء في الحديث عن الرجل الذي يلجم يوم القيامة بلجام من نار لأنه سئل عن علم فكتمه. أحسنتم دكتور محمد، لكن ألا ترون أن هناك يعني بعض الازدواجية في عمل أو جمع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ عبد الإمام؟ يلاحظ البعض هناك جهود أخرى متفرقة من ناس آخرين بدأوا بجمع بعض الفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إضافة إلى جهودكم التي بدأتم بها منذ فترة مع سماحته. كيف يتم توحيد تلك الجهود ليكون العمل متقن ومتميز يليق بمكانة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله؟ لا أعرف طريقة أولئك في عملهم، لكن الذي أحب أن أوضحه فيما يتعلق بفتاوى الشيخ التي قمنا بها منذ عام 403 أن وهي مدة طويلة 17 سنة، أن أي محاضرة أو كلمة أو فتوى صدرت من سماحة الشيخ في أي مصدر من المصادر وجدناها حتى أبدا إلا بعد عرضها مرة أخرى في آخر لحظة وتوثيقها من سماحته. ورأيت فعلا أن سماحة الشيخ يغير في بعضها تغييرا جذريا، وخاصة في كثير من الأشرطة التي فرغناها، فمن يقرأ للشريط يرى أن الفارق بينه وبين ما كتب شاسعا. ولذا حرصت في هذا من باب الأمانة. أول أمر، كل شيء يعدل سماحته وأوثقه أكتب التاريخ، التاريخ الذي قرأت فيه على سماحته هذا وتوقيعا عليها أمانة علمية، لأنني قبل أن يسألني زيد وعبيد أنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى.
لأن الشيخ وضع ثقته ووضعت معه منهجا معينا أيده وسرت فيه من ذلك الوقت على هذا المنوال. هذا من جانب. الجانب الثاني أن الشيخ رحمه الله يرى أن المجموع هذا هو الأصل، ولذلك فإن أي كتاب من الكتب التي نشرت فتاوى للجماحة وغيرها الذي يتيسر أمامنا ثم نعرض عليه ما ينشر فإنه يعدل فيه، مما يدل على أن الشيخ حريص على التوثق. وقد يكون، أنا لا أعرف شيئا من ذلك، قد يكون أن هذه الأشياء أنها نشرت دون أن تعرض على سماحة الشيخ عرضا آخر، وهذا الذي يجعل فيها بعض الأشياء التي يلاحظها رحمه الله عليها عندما نعرضها عليه. إلى أي حد وصلت الآن مجموعة فتاوى ومقالات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله؟ الآن الذي قد عرض على سماحة الشيخ ولم يصله الدور فهو عدد كثير جدا، ولذلك لا أستطيع أن أقول لك كم تبلغ، لأنها عند التنقيح تزيد الأجزاء أو عند الطباعة، فخط اليد وخطوط التي فرغت بها هذه الأشرطة أو الفتاوى التي جاءت في الصحف أو في رسائل أو في غيرها كلها قد تختلف عن حرف، عن ما يكتب في الكتاب حرفا وحجما، فقد توجد صفحة واحدة اعتمدناها صفحة في رسالة من الرسائل الشيخ وفتاواه للآخرين، وإذا بها تطلع في الكتاب صفحتين. لكن الذي خرج حتى الآن الجزء الخامس عشر في المطبعة، وقد خرج 14 جزءا، ومع ذلك لأنه بوبها وحرص عليها كما قاله في المقدمة التي أملاها بنفسه، وكما حرص في أيضا ترجمته أيضا أن يليها بنفسه، وهذا من باب التوثق الأكثر مكانة عند القارئ، نرى أنه رأى أن تبوب على أبواب الفقه فتاوى الشيخ. فإذا عرفنا أن الجزء الخامس لا يزال في الصيام، أي أننا لم نخرج من أركان الصلاة بعد، فلذلك أتوقع مثل ما قلت له في آخر لحظة، وأنها قد تزيد في مجموعها على فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية. أحسنت. أيها الأخوة والأخوات، كنا وإياكم طوال ثلاث حلقات سابقة مع فضيلة الدكتور محمد بن سعد الشويعر، المستشار في مكتب سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية، والذي تحدث في تلك اللقاءات السابقة عن العديد من جوانب شخصيته وجهوده ونشاطاته المباركة في العلم والدعوة. أيها الأخوة والأخوات، نأمل بإذن الله تعالى أن نلقاكم على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، مكررا جزيل شكري وتقديري لفضيلة الدكتور محمد على قبوله دعوة البرنامج. نلقاكم بإذن الله تعالى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.